هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة طقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان شمال الصعيد، ومايل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي شبورة مائية الصبح طبعا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق، وخلونا دلوقتي حالا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. درجات الحرارة النهاردة القاهرة العظمى 33 والصغرى 25، العاصمة الإدارية العظمى فيها 34 والصغرى 25، الأسكندرية 30-23، العالمين الجديدة 29-23، مطروح 29-23، سيوة 35-24، بورسعيد 30-25، إسماعيلية 33-24. لو رحنا للسويس هنلاقي ان العظمى فيها 33 والصغرى 24، العريش 30-23، طابة 36-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 37-28، الفيوم 34-24، بني سويف 35-23، المنيا 36-22. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 22، سوهاج 40-25، إنا 41-27، الأقصر 42-28، أسوان 43-30، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 39-30، أخيرا حلايب العظمى فيها 36 والصغرى 27. دلوقتي نروح لأحمد وجمانة نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.